الخاطي العب الكورة وقت المدخل عقال يحيى باهي المراوغة وباهي التوزيعة كاد يكون الهدف الثاني مازال نختار تتوزع الكورة وهدف ثاني هدف ثاني لصالح نجم الساحل رضوان الفرحي دقيقة خمسة هدف دقيقة العاشرة هدف إن شاء الله كل خمسة دقائق هدف شوفوا التوزيع كانت من الدرامي ميكايلو توزيعة من الدرامي ميكايلو في القائم الثاني يخرج رضوان الفرحي كيف ما عودنا تسديدة رأسية لوكوا ما شاف شيء دين مقابل شيء لصالح الحشاتي والياء درامي يطلب كورة يعمل مراوغة رامي بدي يلعب كورة قصيرة مع درامي يقوم مراوغة أولى وثانية ووسع في القائم الثاني هاي إعادة درامي في القائم الثاني شوف المدافع حط ضد النجم درامي ميكايلو في هجوم جديد لصالح النجم يعمل مراوغة يرجع الحشنتي حشنتي رامي بنتي يلعب كرة طويلة مع درامي ويتبع فيه بوجيك رقم أربعة التفوق لدرامي يربح مخالفة النجم الساحلي بوجيك رقم أربعة هاي إعادة تدخل كان واضح من بروجيكتو في هذا الشوط الاول النتيجه استقيت النجم الساحلي 3 مقاطع في الثاني حط كره في العمق باش تسرع ثم درامي ميكايلو تعمل مراوغه هو برشا يوزع يرفع كورة للدرامي ميكايلو باهي المصعب ساسي حلوة العملية يعطينا الهدف الرابع درامي ميكايلو العمل الجماعي كان بحثاه أوريا شرطي نرجع للدرامي عملية جديدة للنجم ومحاولة أخرى فرصة للنجم محاولة التهديد بعد تسديدة من درامي هدف خالد يحيى الخمسة ثم الثنائية لرضوان الفرعي تبقى هذه العملية مصعب سيسي الفرعي يلعب كرة طويلة في اتجاه درامي باهي الترويض حلوة برشا من درامي ميكايلو يتواصل وجوه لصالح النجم كيف كان النجم العودة بالانتصار الأنجولا لأن الفريق المنافس سجل هدف في 90 3-4 كالعادة في التغذية يعود لتشاي معوض مارينو ثم من جديد لصالح النجم باهي العملية لصالح النجم الساحلي درامي عملية أخيرة شوفوا على يسار الحارس في الكوار صعود رجعها يلعب الكل في الكل ترجع الكرة باهي العملية مصعب ساس يعطينا الهدف الرابع وينو الهدف الرابع مصعب حلوة ياسر الشرطي في هذه اللحظات نشوفوا شكون اللاعب باش يخلي مكانه حمزة الأحمر من جانب النجم الساحلي ما فماش قلنا درامي حاب يسجل هاو سجل هكا هاو 4-1 لصالح النجم الساحلي والله حسيت درامي هكا يروح حاب يسجل هدف هاو سجل هدف يرغب في تسجيل هدف رابع درامي ميكايلو يسجل هدف رابع لصالح النجم الساحلي درامي يسجل هدف الرابع ويتوجه مباشرة لرئيس النادي يهنيها الهدف ما فماش تسلل شفنا اخر متابعة كان من ريكرياتيف الدكارة درامي ميكايلو كيف من المباراة اذن اعادة لعملية الهدف الرابع درامي ميكايلو اغارة الحارس لوكوا رجعت الكرة صالح النجم باهي مصعب
حمصيصي ترمي من كيلون ترمي من كيلون كيما نطلق على الفريق الأول يحضر والتسديد أشنتي عملية أخرى سنة حدث بالساحلي وأي بداية إذا كان غير عقل زاد كضي أيسر إذا فريق تبوات العملية الغربية الغربية عشان دي إلى الأربعة في المسابقات الإفريقية ترجع الكورة ترجع الكورة لسنة حدث بالساحلي الغربية الغربية يعمل مراوغة يرفع كورة وإن بدك حد للجربي يمشي الكرة اللاعب رقم 9 درامي ميكايل في أول مباراة فيه كأساسي في تشكيلة النجم ما زالت الكرة للنجم الساحلي على الجهة اليمنى درامي ميكايل على الجهة اليمنى ميكايل درامي حاول جوز حمزة ذكرت مرير مع الأسعد الجزيري فمن لاعب على اليمين درامي ميكايل على الجهة اليمنى تعليق درامي ميكايل أمام خالد صعيد التوزيع لهذا الحبوب لهذا كرة ميكايل ميكايل يتجاوز سامح هلال يتجاوز سامح هلال ميكايل يسجل في الهدف الثاني درامي امامنا هاي اللي عاد يعني هاي اللي عاد درامي ميكايل وجه لوجه مع الحارس سامح هلال بسهولة يتجاوز الحارس فنيات عالية وجه لوجه مع الشباب يمد الهدف الثاني الهدف الثاني للنجم الساحلي درامي الكرة اللي مازالت للنجم الساحلي يتجاوز امتياز يتجاوز علي الثاني درامي ميكايل على الجهة اليمنى يحاول التوزيع ويدخل سامح هلال ميكايل على الجهة اليمنى يبدل الكرة للاعب حاول التوزيع للاعب درامية ميكايل رقم 9 مع خالد الزعيري درامية على الجهة اليمنى المالي مع خالد الزعيري حاول يتجاوز خالد الزعيري التمرير دي على حارس من بنايو هذا توقع خالد يحيى التوزيع والهدف الرابع للنجم الساحلي يضيع درامي ميكايل امامنا اللي عدى الجزيري عدى الجزيري التمرير لدرامية ميكايل على الجهة اليمنى معها ندخل الزعيري ميكايل التسديد ويدخل سامي هلال في الاخير كان الحارس سامي هلال امام يدخل باليد اليسرى هو درامي تاخذ شد الكرة ترجع من جديد لصالح النجم الساحلي عن طريق درامي ترجع الكرة عن طريق علي البريجي علي البريجي فرصة للنجم الساحلي كادت جرى خرج كرة ركنية وإعادة من زاوية أخرى العملية قلنا هذا المدافع أثبتنا على الحساب بتاعه قلنا مدافع عديد تنفذ المخالفة فرصة للنجم الساحلي التسديد فرصة الهدف الثاني ما زالت الكرة خطيرة تبع العملية لصالح النجم الساحلي والكرة علي البريقي درامي هذه المباراة تمشي الكرة في درامي درامي سريع وزع ترجع له الكرة مازالت الدرب فرصة لصالح الكرة مع مصعب سيسي هتوي باهي العملية باتجاه درامي وفرصة الهدف الثالث لصالح هاي عادة شوفوا درامي يسدد تطبيع والنادي السياسي ولمنتخبنا الوطني يوم السبت القادم مباراة ضد منتخب السيراليون في كأس العالم البرازيل 2014 تبغى العملية درامي درامي فرصة لصالح النجم وترجع من جديد لدرامي تعطيه الهدف الثالث كان الهدف الثالث لصالح النجم والكرة الركنية تلعب كرة طويلة في اتجاه درامي الأول مراوغة وينو الهدف الثالث في بطولة المرحلة
مرحله الاياب يعني تكون المباريات كل فيه تبقى مباراه منقوصه فقط هي الجوله الختاميه مرحله الذهاب بين قوافه جفصه ولا نيت الساحلي رامي لابد رامي لابد كره لميكاي ميكايلا دراميه لا مالي الشاب يلعب الكره مع وائل بلك ممتازه تبادل تخرج الكره في ماس من جديد وائل بلك دراميه دراميه اللاعب سفيان القصيري امامه سفيان القصيري حاول تجاوز سفيان القصيري ومخالفه خلف قريب المنطقة في منطقة عرض ممتاز حصل على كرة تيب خلق برشا للجهة ليوسف بالنسبة للدفاع للهجوم قاعدين نشوفوا فيها تبعوا للهجوم هذا درامي درامي على الجهة اليسرى في المنطقة في المونتاج كيلو كيلو أربعة في المدرب قاعد يقدم في مستوى معناه محترم لكن حصلنا في جدة الكورة المفروض يجب يخرج كورة ولا يتعدى بالعكس العادة الأساسية يرفع الكورة عالية تبعوا على درامي هذا نزل تايدر نبيل تايدر قاعد ينشط في عملية وسط الميدان نبيل تايدر دخوله مكان عادل الشادلي شوفوا تايدر معناها حاول يعطي الكورة نتاعو الكل تبعوا له هجوم هذا اللي نزل الساحلي سيلفا دو سانتوس هذا السي ترجع الكورة حاتم البزاوي حاتم البزاوي لعب درامي درامي على الجهة اليسرى أمامه اللاعب مالك بحر درامي التوزيع هذا حبيب مايتي اتحاد الرياضي المنستيري للمرور كايلو درامي ترجع له الكرة قبل ما تخرج للستة أمتار ممتاز المرور من أحمد الحييني وزع كورتو الكرة من الجيل التوزيع وزع الكرة أمين كمون والتمريح يدخل في كايلو درامي ما فيش خطا ما فيش رفع رجل لكن فما تربية الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري هذه الإعادة كي تبع فيها شبازون طيبة تغطي على الكرة يمشي الكرة ممتاز المرور لاعب رقم 23 درامي في تيم سي اس اس مع نادي كاتيمان الغنبي 4-2 لكن تبقى يعني ريزلتات يوجد لكايلو والانتي لكن موجود مكر مبديري اخطر الفرص للنجم الرياضي الساحلي قلت لبسه وحيده الى ميكايلو يحاول يمر من حمزه الادب دايما المرور من ميكايلو لكن يدي قاعد يعمل في الفرق في منطقه الاتحاد الرياضي المنستيري مر في التلحين دائما تمرير من غازي عبد الرزاق الى ميكايلو هل يستغل يعني النجم الساحلي النقص العادي اللي قاعد يمر فيه الاتحاد الرياضي المنستيري ما تمرش كره في وجود النجم الرياضي الساحلي طيب التمرير ممتاز العربيه ميكايلو سجل معلومة يمشي الكرة في كيلو الحارة على الكورتو يقطعها بنسبة كبيرة